السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح الماس جورنال او كراس الرياضيات لكي جي 2 الترم الثاني، وكنا انهينا مع بعض شرح ليسون 83، والنهاردة هنكمل مع بعض من اول ليسون 84 او الدرس رقم 84 حتى ليسون 90 او حتى الدرس رقم 90 ان شاء الله. وزي ما احنا متعودين مع بعض يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا عارفين يا اصحابي ان مش كل الليسونز او كل الدروس موجودة في الماس جورنال او كراسة الرياضيات اللي موجودة معاك في الكتاب. المفروض ان اغلب الدروس انت بتاخدها وبتتشرح لك في الكلاس روم، وده بيبقى اسمه الماس اكتيفيتي او النشاط الخاص بالرياضيات. واحنا بنشرح الانشطة اللي انتوا المفروض بتاخدوها في الكلاس روم، بحيث ان احنا نبقى مكملين كل الاجزاء مع بعض الخاصة بالماس اكتيفيتي اللي هو في الكلاس روم او الخاصة بنشاط الرياضيات اللي في حجرة الفصل مع الماس جورنال او كراسة الرياضيات اللي موجودة معاكو في الكتاب. فاحنا بنكمل مع بعض الدروس من اول 84 حتى 90، او من اول درس رقم 84 حتى درس رقم 90. ومجموعة الدروس دي اصحابي بتتناول بعض الحاجات، بعض النقط كده احنا لازم نعرفها الاول ونراجع عليها مع بعض، لانكم لازم تكونوا خدتوها في الكلاس روم او في حجرة الفصل مع التيتشر بتاعكم. فاحنا هنراجع عليها مع بعض وبعدين هنحل المسائل اللي موجودة في الكتاب معانا علشان خاطر تبقى المعلومة كاملة واضحة بالنسبة لنا. فاول حاجة المفروض نكون عارفينها واحنا بناخد الدروس دي، نكون عارفين الـ counting by ones and tens from 1 to 100. عايزين نعرف نعد مع بعض بالأحاد أو بالونس وبالعشرات أو بالتنس من 1 لحد 100 أو from 1 to 100. فعندنا فزي ما احنا شايفين قدامنا يا أصحابي هي دي الأرقام from 1 to 100 أو من 1 حتى 100، وإحنا شايفين قدامنا أدي الأرقام وهنعد مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ياريت تقولوا معايا يا أصحابي علشان خاطر نعد مع بعض كلنا مرة كمان 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100. وبكده احنا عدينا الـ from 1 to 100 by ones او بالاحاد، يعني كنا بنزود رقم 1 على الرقم اللي قبل منه علشان نقدر نوصل لل 100. عايزين نعد by tens او بالعشرات،
فهنجمع 10 كل مرة بحيث ان احنا نوصل ل 100. فنبدأ اول حاجة ب 10، دي اول 10، لما نزود على ال 10 10 كمان هتبقى 20، بعد كده 30 شاطرين، بعد كده 40 50 60 70 80 90 and 100. فاحنا كده عملنا counting او عدينا by ones and by tens، ودي اول حاجة المفروض نبقى عارفينها ونكون خدناها في الكلاس روم في الماس اكتيفيتي. تاني حاجة المفروض نعرفها هو شكل العملات النقدية من اول الوان باوند او الواحد جنيه حتى التوينتي باوند او العشرين جنيه. وزي ما احنا شايفين قدامنا يا اصحابي هو ده شكل الوان باوند، ودي بانك نوت او ورقة نقدية، احنا مش هناخدها على شكل كوين، احنا هنتكلم عنها دلوقتي في شكل الورقة النقدية. فزي ما احنا شايفين قدامنا هي دي ورقة الوان باوند، وهي قيمتها واحد جنيه، ودي ورقة الفايف باوند او ورقة الخمسة جنيهات، ودي طبعا قيمتها 5 pounds او 5 جنيهات. وطبعا لازم نبقى عارفين ان الورقة الواحدة من ال 5 pounds او بالخمسة جنيه فيها 5 ورقات من ورقة ال 1 pound او الواحد جنيه. وزي ما احنا شايفين قدامنا يا اصحابي دي ورقة ال 10 pound، ال 10 pound او العشرة جنيهات. وزي ما احنا عارفين يا اصحابي ان الورقة الواحدة بال 10 pound او العشرة جنيهات بيكون فيها ورقتين من ال 5 pounds، لان 5 plus 5 او 5 زائد 5 بتساوي 10. فالورقة الواحدة من ال 10 pounds او العشرة جنيهات بيكون فيها ورقتين فئة ال 5 pounds او الخمسة جنيهات او ال 5 pound bank note، او ممكن يكون فيها 10 bank notes او 10 ورقات نقدية كل ورقة منهم بتساوي 1 pound او 1 جنيه. ممكن كمان تساوي ايه يا اصحابي؟ شاطرين، ممكن تساوي ورقة واحدة من ال 5 pound وخمس ورقات من ال 1 pound، لان كلهم هيبقى في الاخر مجموعهم ايه؟ 10 pounds او 10 جنيهات زي ما احنا عارفين مع بعض. واخر حاجة الورقة الكبيرة اللي هي بتساوي 20 pounds او 20 جنيه. 20 pounds او 20 جنيه الورقة دي هي اكبر حاجة هنتكلم عليها في الشرح بتاعنا، وهي ممكن يكون ال 20 pounds او ال 20 جنيه بتساوي ورقتين كل ورقة منهم ب 10 pounds او 10 جنيه. ممكن كمان تساوي 4 ورقات كل ورقة منهم ب 5 pounds او 5 جنيهات. ممكن كمان تساوي 20 ورقة كل ورقة منهم ب 1 pound او ب 1 جنيه، لان هي 20 pounds. ممكن كمان تساوي ورقة واحدة ب 10 pounds او 10 جنيه، وورقتين كل ورقة منهم ب 5 pounds او 5 جنيه. ليه؟ لان برضو مجموعهم 20 pounds او 20 جنيه. ممكن تساوي ورقة واحدة ب 10 pounds او 10 جنيه، ورقة واحدة ب 5 pounds او 5 جنيه، وخمس ورقات كل ورقة منهم ب 1 pound او ب 1 جنيه. فاحنا كده عرفنا شكل العملات النقدية، وكل عملة منهم حجمها قد ايه وفيها قد ايه من العملات التانية، وعرفنا ازاي مع بعض نقدر نجمع مع بعض العملات النقدية على بعضها علشان خاطر نعرف عددهم. عرفنا مع بعض شكل العملات النقدية وكل واحدة قيمتها قد ايه. ثالث حاجة المفروض نعرفها يا اصحابي هي الـ subtraction والـ addition او الطرح والجمع، وهنستخدم الـ number line او خط الاعداد علشان خاطر نقدر نقوم بالمهمة الجميلة دي. فزي ما احنا عارفين يا اصحابي ان الـ number line او خط الاعداد هو الخط ده اللي بيكون مكتوب عليه الارقام او numbers from 1 to 10 مثلا، من 1 ل 10. فاحنا هنستخدم الـ number line هنا ونعمل عليه عملية الـ subtraction او الطرح علشان نقدر نوصل للأرقام الناتج، أو يعني لما نطرح أي رقم من الأرقام دي من 10 هيتبقى معانا كام. فأول حاجة هنا مثلا صديقنا وصديقتنا دول المرسومين، هو بيقول لنا اطرح لنا من ال 10 هنا هوت
2 اللي هو رقم 2 اللي هو ماسكو number 2. فاحنا هنعمل ايه يا اصحابي؟ هنروح زي ما احنا شايفين قدامنا نكون رسمين النمبر لاين ونحط عليه النمبرز from 1 to 10. وبعدين المفروض ان احنا هنشطب على التو اللي هو المفروض ان احنا نطرحها، وبعدين نعد بعد منها علشان نشوف اللي هيتبقى معانا كام. فادي 1 2 يبقى نشطب ال1 وال2 يبقى نشطب كده عليهم تمام، ونعد بعد ال1 وال2 نعد بعد كده بعد ما شلناهم او عملنا لهم سبتراكشن او طرحناهم، ونعد من اول ال3 هنا اللي هي بعد ال2 نشوف هيبقى معانا كام. فهنقول 1 2 3 4 5 6 7 8 ده هيبقى معانا 8. فالمفروض هنا هندي لصديقتنا هنا كام، هيبقى معانا كام عشان نديهولها 8 زي ما احنا شايفين قدامنا. طيب في الصورة التانية يا اصحابي صديقنا هنا بيقول لنا اطرحوا 4 بقى من ال 10 وشوفوا هيبقى كام. فنروح نشيل ال 4 من على النمبر لاين هي والارقام اللي قبل منها علشان نشوف هيبقى معانا كام. فنروح عند ال 4 ونروح معملين كده ونروح مسحين النمبرز حتى نمبر 4، وهنعد بعد منها وهنقول 1 2 3 4 5 6 ده هيبقى 6 يا اصحابي. يبقى المفروض هندي صديقتنا هنا كام؟ 6. فهنكتب هنا 6 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب بالنسبه هنا لصديقتنا بتقول لنا اطرحوا نمبر 3 وشوفوا هيبقى كام علشان نديل صاحبنا ده. فهنروح عند 3 وهنشطب عليها وهنشيلها من النمبر لاين وهنشوف هيبقى معانا كام. فهنعد بعد 3 1 2 3 4 5 6 7 7 ده هيبقى معانا 7. يبقى هنديله هنا 7، هنكتب هنا 7 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب هنا صديقنا بيقول لنا اطرحوا 8. طب هنا صديقنا بيقول لنا اطرحوا 8 من ال 10 وشوفوا هيبقى كام علشان نديل صديقتنا دي. فهنروح عند النمبر لاين برضو وهنطرح منه ال 8. فهنشطب على ال 8 والارقام اللي قبل منها زي ما احنا عارفين ونعمل كده هوت، وهنشوف بعد ال 8 هيتبقى كام. 1 2 ده اتبقى 2 بس. فهندي لصديقتنا هنا ايه؟ هنكتب هنا 2 زي ما احنا شايفين قدامنا. وهنا صديقنا ده بيقول لنا اطرحوا 6 من ال 10 وشوفوا هيتبقى كام علشان نديل صديقنا التاني ده. فالمفروض ان احنا هنروح على النمبر لاين ونشوف الارقام اللي بعد 6، فهنشطب على 6 زي ما احنا شايفين قدامنا، وهنعد بعد منها 1 2 3. فهنلاقي ان اللي اتبقى معانا هو 4 بس، فهنكتب هنا 4 لان هو ده الرقم الباقي من ال 10 اللي احنا طرحناهم منها. فهنديله 4 زي ما احنا شايفين قدامنا. واخر حاجة صديقتنا هنا بتقول لنا اطرحوا 7 من ال 10 على النمبر لاين وشوفوا هيتبقى كام معانا علشان نديل صديقتنا التانية دي. فهنروح نشطب على ال 7 والارقام اللي قبل منها زي ما احنا شايفين قدامنا، وهنشوف هيتبقى معانا كام بعد ال 7. 1 2 3 يبقى معانا 3 بس. فهندي لصديقتنا دي 3 زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده احنا عرفنا ازاي نعمل subtraction او نعمل عملية طرح عن طريق استخدام النمبر لاين او خط الاعداد. طب ازاي نعمل عملية جمع يا اصحابي؟ احنا ممكن نعمل عملية الجمع عن طريق ان احنا نعد على ايدينا زي ما احنا شايفين قدامنا. ممكن نعد على ايدينا زي ما احنا شايفين كده، وبكده نقدر نعد نجمع كل رقم على التاني. وممكن برضو نستخدم اي حاجة نعد بيها، مثلا زي مثلا ما هو مدينا في دليل المعلم ان احنا ممكن نعد عن طريق مجموعة من الحصى مثلا معانا، او عن طريق ان احنا نعد على صوابع ايدنا، او ان احنا يكون معانا حاجة معينة مجموعة بليات او مجموعة اقلام من 1 لـ10 نجمع بيهم الارقام على بعضها. فدي طريقة العد زي ما احنا عارفين. وبكده احنا افتكرنا مع بعض عملية السبتراكشن او الطرح وعملية الاديشن او الجمع. وبعد كده المفروض هنروح دلوقتي نحل مع بعض اول حاجة
في page 108 أو صفحة 108 في الكتاب بتاعنا في الماس جورنال أو كراسة الرياضيات lesson 84 أو الدرس رقم 84 في ماس problem أو مسألة مكتوب فيها sketch ارسم the item from the word problem and write the math problem underneath يعني ارسم العنصر اللي موجود في الكلمات الخاصة بالمسألة and write the math problem underneath واكتب المسألة الرياضية بالأسفل مرة كمان sketch the item from the word problem and write the math problem underneath فهنروح على دليل المعلم ونشوف مع بعض المفروض ايه هي الماث بروبلم او المسألة الرياضية المفروض المدرس بتاعنا هيقولها لنا في الكلاس روم ده برضو في الماث اكتيفيتي وبعد كده هنعرف ايه هي المسألة دي ونحلها مع بعض هنا في الماث جورنال فالمفروض المسألة الرياضية زي ما احنا عارفين وشايفين قدامنا اصحابي بيقول لنا هنا احنا معانا 10 pounds او 10 جنيه بعدين بيقول لك you walk into a sweet shop انت رحت لمحل الحلوى and see a lollipop وشفت مصاصة you want to buy انت حبيت تشتريها the lollipop المصاصة دي costs بتتكلف 2 pounds 2 جنيه you pay the owner of the shop انت دفعت الفلوس دي للصاحب بتاع المحل لصاحب المحل the owner of the shop how much money do you have left كم فلوس متبقية معاك فاحنا المفروض احنا كان معانا 10 pounds زي ما احنا قلنا ورحنا اشترينا لولي بوب او مصاصة ب 2 pounds او ب 2 جنيه فالمفروض هيبقى معانا كام يا اصحابي شاطرين زي ما احنا تعلمنا نطرح من النمبر لاين ال 2 او ال 2 وهنشوف هيبقى معانا كام ادي النمبر لاين قدامنا فهنشيل منها 2 وهنعد هيبقى معانا كام 1 2 3 4 5 6 7 8 8 يبقى هيبقى معانا 8 pounds او 8 جنيه وهنرسم الكلمة اللي موجودة في الماس بروبلم او المسألة ونرسم هنا صورة اللولي بوب او المصاصة اللي احنا اشتريناها وبكده حلينا الماس بروبلم الخاصة بليسون 84 تعال نشوف المسألة اللي بعد كده خليكم معايا والمسألة أو الماث بروبلم الموجودة بعد كده في 109 أو صفحة 109 وهي lesson 86 أو درس رقم 86 وبيقول لنا هنا write the letter اكتب الحرف on the front of the envelope on the front of the envelope على وجه الخطاب أو على وجه الظرف بتاع الخطابات يعني count the money عد الفلوس inside the envelope الموجودة في الظرف and write the amount of money next to the letter واكتب الكمية بتاعت الفلوس الموجودة في الظرف ده next to the letter جنب الحرف اللي انت كتبته repeat with each envelope كرر نفس العملية مع كل ظرف فباختصار يا اصحابي المفروض في lesson 86 التيتشر بتاعكو هيكون معاه كذا ظرف او كذا انفلوب وهو في الكلاس روم وهيخش وهيقسمكو المجموعات وهيدخل الفصل واول ما يدخل هيقسمكو المجموعات كل مجموعة هيديها انفلوب او ظرف من الاظرف اللي موجودة معاه دي وكل ظرف من الاظرف دي هيكون موجود فيه amount of money او كمية من الفلوس والظرف ده بيكون مكتوب عليه من بره حرف من الحروف A و B و C مثلا فإحنا عندنا 3 أظرف وإنتوا 3 مجموعات مثلا فالظرف الأولاني A جه في إيدكو وهو مكتوب عليه A فإنتوا أول ما تشوفوا الظرف هتكتبوا الحرف المكتوب على in front of the envelope أو على وجه الخطاب عندكو هنا في الماس جورنال فهنكتب هنا A وهتفتحوا الظرف وهتعدوا الفلوس اللي جواه وهتعملوا counting أو عد للفلوس اللي جواه فمثلا هتلاقوها مثلا 9 pounds أو 9 جنيه فكل واحد منكم هيكتب جنب الـ A هنا 9LE أو 9 pounds 9 جنيه فبيقول لك هنا اعمل نفس العملية اللي انا بقول لكم عليها دي
وهتعملوها وهتكرروها في الأظرف الباقية. أو مثلا لو احنا تخيلنا ان انتوا كنتوا 3 مجموعات وبقى في ظرفين تانيين، فبي مثلا فهتاخدوا الظرف بتاع بي أو الانفلوب اللي هو اسمه بي، وهتكتبوا هنا اسم الظرف اللي هو الحرف المكتوب عليه، وهتعدوا الفلوس اللي جواه، وهتكتبوا كمية الفلوس أو the amount of money هنا جنب الليتر اللي كان موجود على الانفلوب أو على الظرف، وهتكرروا نفس العملية في الأظرف اللي بعد كده. فمثلا لو كان في عندكو انفلوب تالت أو ظرف تالت مكتوب عليه مثلا سي أو حرف السي سي ليتر، وهتعدوا الفلوس اللي جواه، فهنكتب هنا سي زي ما احنا شايفين قدامنا، ونعد الفلوس اللي جواها هنلاقيها مثلا 15 pounds او 15 جنيه، فهنكتب هنا 15 LE او 15 جنيه، وبكده احنا حلينا المسألة بشكل سليم. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معنا ونوصل لبيج 110 او صفحة 110، وده lesson 88 او الدرس رقم 88. وبيقول لنا هنا record، record يعني سجل، your work، your work العمل بتاعك، from من the game، the game اللعبة. في لعبة يا أصحابي المفروض اسمها لعبة الإخفاء أو pick a bow. pick a bow اللعبة دي احنا ممكن نكون بنلعبها مع بيبي صغير لسه مولود مثلا، نروح مخبيين منه وشنا ونقرب منه ونشيل ايدنا فجأة فهتلاقيه بيضحك. اللعبة دي معروفة جدا برا اسمها pick a bow، اسمها بيكابو. وممكن كمان نلعبها بشكل تاني، ان انا اجيب كوباية او كب صغير واحط تحت منه مجموعة حاجات، وليكن مثلا 10 حاجات 10 things، وبعدين انا احطها تحت منه واخبيها واشيل الكب مرة واحدة وارجعه تاني واسألك انت شفت ايه في الوقت ده الصغير اللي انا شلت فيه الكب ورجعته تاني. فدي اسمها لعبة بيكابو او لعبة الاخفاء، فالمفروض انتوا هتلعبوها في الفصل وهتسجلوا الحاجات اللي انتوا شفتوها. فبيقولك هنا record يعني سجل، your work from the game العمل بتاعك من الجيم او من اللعبة اللي انتوا لعبتوها، وهنا بيقولك pick a bow لعبة الاخفاء 10 الخاصة بعشر حاجات، draw a circle ارسم هنا دايرة، and show how many counters ووضح كام حاجة انت عدتها counters، or underneath اللي هي كانت موجودة تحت the cup الكوباية اللي احنا قلنا عليها، the cup الكوب اللي احنا قلنا عليه، and how many are outside وكام حاجة كانت برا او انت معرفتش تعدها of the cup من تحت الكوب اللي انت شفته. فهترسم هنا دايرة وهترسم مثلا هو انت هتاخد مثلا 5 محاولات، هشيل الكوب وارجعه تاني واسألك انت شفت ايه. ومثلا لو انا كاتب مثلا مجموعة ارقام تحت الكوب او حاطط مثلا تحت منه 10 حاجات زي ما احنا قلنا، فكل مرة انت هتقول شفت حاجة صح هنشيلها ونحطها برا لحد ما نشوف انت هتشوف كل الحاجات الموجودة تحت منه ولا لا. فانت هترسم هنا دايرة وهترسم فيها الحاجات اللي انت شفتها في الخمس محاولات دي، ولو قدرت تشوفهم كلهم هترسمهم كلهم جوه الدايرة، لو ما شفتش منهم غير جزء بس فهترسم الجزء اللي انت شفته جوه الدايرة هنا، والحاجات اللي انت ملحقتش تشوفها هترسمها بره الدايرة او outside the circle زي ما انا وضحت لكم من شوية. وبكده نكون حلينا lesson 88 ونتنقل للesson 89، خليكم معايا ونوصل لبيج 111 او صفحة 111، وهي lesson 89 او الدرس رقم 89. وهنا بيقول لنا record، record يعني سجل، your work العمل بتاعك، from the game، from the game من اللعبة، spill the beans. spill the beans دي يا اصحابي expression او اصطلاح معناه قول السر، قول لي ايه هو السر، اسمه spill the beans. بينز لوحدها بتيجي بمعنى فاصوليا، وسبيل زي ما احنا عارفين بمعنى تهجأ قول الحروف، بس سبيل ذا بينز كلمة مع بعضها معناها جملة مع بعضها معناها اخبرني السر او افشي السر. فانا المفروض هتكونوا لعبتوا برضو لعبة تانية في الكلاس روم او في حجرة الفصل. اللعبة دي هيكون التيتشر بتاعكو جايب مجموعة من الحصى، مجموعة من الحصى الصغير معاه في كوبايتين،
كل كوباية فيها 10 حصوات او 10 بينز او 10 حبيات. المفروض انتوا هيبقوا عندكم لوح لعب او يعني قطعة ورق مكتوب عليها مجموعة ارقام from 1 to 10، وكل واحد هياخد 2 بينز او حبيتين او حصيتين من الحصى ده، وهترموهم بشكل ان هما كل واحدة فيهم تيجي على رقم من الارقام من 1 لـ10، وكل واحد هيرمي الحصيتين بتاعته. مثلا واحد هيرمي الحصوة الاولانية او the first bean وهتيجي مثلا على number 3، واحد تاني والحصة التانية هيرميها وهتيجي مثلا على number 9. فالمفروض هو هيعمل ايه؟ هيجمع الثري على الناين وهيكتب لنا هنا الـ النتيجة او الـ work from the game، العمل اللي هو عمله من الجيم ده. فمثلا لو احنا قلنا ان هو رمى الحصى الاولانية او the first bean وجات على number 3 زي ما قلنا، فيكتب هنا 3، والحصى التانية جات على number 9 او على رقم 9 فيكتب هنا plus زائد 9، ويكتب هنا equal بيساوي. ووضح لنا في دليل المعلم ان انتوا كمان ممكن المدرس بتاعكو او التيتشر بتاعكو تعلمكوا ازاي تجمعوا الرقمين على بعض عن طريق استخدام الحصى، في ان انتوا تعدوا 3 حصات الاول وتخليهم في ايدكم، وبعدين تعدوا 9 بينز تانيين او 9 حصويات تانيين تخليهم في ايدكم التانية، وبعدين تحطوهم على بعض وتعدوهم كلهم، هيديكم مجموع البينز او الحصى اللي هو بيساوي 3 بلس 9 و12 زي ما احنا شايفين قدامنا. فهنا ده الحل بتاع البيج دي، والبيج اللي بعد كده هي فيها نفس المسألة، خليكم معايا. ونوصل لبيج 112 او صفحة 112 وفيها lesson 90 او درس رقم 90، وبيقول لنا record يعني سجل the work from the game، العمل من الجيم او من اللعبة اللي انت لعبتها. spill the beans، افشي السر، قول لنا السر ايه هو. وهنعمل نفس العملية، هناخد مجموعة من الحصى واحنا في الكلاس روم مع التيتشر بتاعنا زي ما قلنا، وهيدينا كل واحد حصويتين، وهيبقى قدامنا البورد او اللوحة اللي عليها النمبرز from 1 to 10، عليها الارقام من 1 لـ10. فكل واحد هيرمي اول حصوة وبعدين هيرمي تاني حصوة، البين الاولانية هيشوفها جات على رقم كام وهيكتبه هنا هوت، بعدين هيكتب بلس زائد وهيشوف البين التانية جات على رقم كام وهيكتبها برضو هنا هوت، وهيجمعهم على بعض زي ما قلنا من شوية وهيكتب المجموع هنا هوت. وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة. اتمنى تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الجروب بتاعنا كمان، وانا سيب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو، وسيب لكم كمان اللينكس او الروابط بتاعت كل قوائم التشغيل الخاصة بالترم الاول والترم التاني، موجودة بشكل منظم تسهل عليكم الوصول لأي درس. بالتوفيق إن شاء الله. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.